السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب. ابتداء من هذا المساء والأيام القادمة إن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحديثات نماذج الطقس العالمية بإذن الله، فلا تنسوا بارك الله فيكم دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم جزيل الشكر. يتوقع بإذن الله هذا المساء إن شاء الله دخول بعض الزخات المطرية، لكن أمطار محليا ضعيف أقصى شمال المملكة، بعض العواصف الرعدية كذلك على مرتفعات الأطلس وكذلك على شمال أقاليم جنوبية المملكة، أمطار ضعيف على تطوان وكذلك إساقن أكنول وسكورة مداز وإفران وخنيفرة بإذن الله وإمتشيل وتنفيج أزيلال وتبانت وكيمدن أمزميز إمنشانوت وتيزنيت وكذلك سيدي إفني وتيزنيت. سوف تعرفوا بعض التساقطات المطرية الضعيفة. بالنسبة لتوقعات يوم كذلك الاثنين، يتوقع بإذن الله استمرار بعض الأجواء الغير مستقرة على المرتفعات الأطلس، كما تشاهدون إخوة الأعزاء أمطار حاضرة على كيك وخنيفرة بني ملال وببرد وتطوان، أمطار رعدية على تبانت كذلك إن شاء الله، مع أجواء صافية في باقي المناطق الأخرى. يوم الثلاثاء دخول بعض الزخات المطرية الرعدية جدا معتبرة خصوصا على وزان وكذلك سيدي سليمان قناة أبو محمد وشفشاون والخميسات والرماني والماس. إن شاء الله مع مرور الساعات سوف تصبح هذه التساقطات المطرية متركزة على أقصى شمال المملكة والمرتفعات وأجواء نسبيا غائمة مع الجديدة الضربيدة العرائش مع احتمال بعض القطرات الضعيفة والمتفرقة. الفترة الليلية مع احتمال الفترة بعد الزوال استمرار بعض التساقطات المطرية على إميلشيل وخنيفرة وكذلك تشومفوت وإفران وسكورة مدهز. والآن سوف نلقي نظرة على التوقعات البعيدة المدى إن شاء الله، فيتوقع بإذن الله خلال يوم الأربعاء أجواء غير مستقرة على المرتفعات مع أجواء صافية إلى قليل التسع في معظم مناطق المملكة. يوم الجمعة إن شاء الله فمن المتوقع أجواء كذلك عموما صافية إلى قليل التسعب. بالنسبة كذلك لتوقعات يوم السبت إن شاء الله فمن المتوقع أجواء صافية إلى قليل التسعب. سنرى كذلك التوقعات الأيام المقبلة إن شاء الله هل هناك من أي تغييرات. بالنسبة ليوم كذلك الأحد إن شاء الله أجواء عموما ستكون مستقرة، يوم الاثنين كذلك مستقرة، ويوم كذلك الثلاثاء أجواء صافية إلى قليل التسعب.